من شو بده يستفيد مولود العذراء بالأسبوع الأخير من شهر تموز جولاي يوليو 2022؟ عزيزي بدك تستفيد من الفترة الواقعة بين الخميس 21 والسبت 23، يعني أول 3 أيام من هالأسبوع تبدو واثق جدا من نفسك، بتتغير أمور لمصلحتك، تتوصل لتفاهم وإنتاج عالي جدا. يمكن دخلت أنت هلأ مرحلة جيدة، هالأيام هي الأفضل خلال هالفترة. وكمان بالإضافة بدي أقول لك للأحد 31 يلي بيحمل لك بشرة سارة، بتهتم بهالأثناء وحتى آخر الشهر بقضية روحية أو فكرية، بتناقش أمر فلسفي أو مشابه، لكن حاذر من يومين معكسين أمتين، هن أحد 24 والتنين 25. ما تجازف إذا بتريد، ما تطرح التحديات وانتبه لصحتك وسلامتك. بتتمتن أوضاعك المهنية ابتداء من 3/26، فتظهر عن مثابرة كبيرة بجهود حسيسة جدا لحتى تتمم أعمال إدارية أو قانونية وبتزدهر أعمالك. الأمر الجديد يوم 28 بالسرطان بيناسبك جدا، وبيجعل من هالفترة الممتدة بين 3/26 والأحد 31 مميزة. ربما بتفرح بنجاح عملية جراحية بهالأثناء مثلا، خاصة بين الجمعة 29 والسبت 30. الأحد 31 مثل ما قلت لك بيحمل لك أجواء صافية وجيدة وربما بشرة سارة.